بكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم رح بلش معكم تفريزات لشهر رمضان الكريم. هلأ بصراحة مو ناوية انه اعجق حالي واعمل كل شيء بيوم واحد، لذلك قررت بلش انه كل يوم اعمل شوي على راحتي. فاليوم رح بلش بعجينة الشيش برك ورح نفرز مع بعض الشيش برك، رح اورجيكم طريقته. بس اللي ما بيعرف، انا بالفيديوهات الماضية شاركتكم انه جبت العجانة لاول مرة، وبصراحة هاي مو اول مرة بستخدمها، استخدمتها امبارح، عملت معكم على سناب شات تشيز كيك، والله طلع بجنن. وكان التشيز كيك فيه عجينه مثل بسكوت، فهي عجنتها وريحتني، عن جد كثير حبيتها، ومن كثر ما انا حاببتها عم بتحمس اعمل وصفات اكثر. هلا شيش برك عجينته بسيطه، هو بس طحين ومي وملح، وبعدها رح اورجيكم الحشوه ونقعد نظبط الشيش برك مع بعض، منشان بس يجي شهر رمضان نكون مرتاحين ونطلعه هيك بكل سهوله ونطبخه. المهم قبل ما نبلش تاكدوا تكونوا بتتابعوني على سناب شات، لانه بشهر رمضان الكريم رح يكون في كثير مسابقات وناوي اربح كثير ناس منكم بمناسبة شهر رمضان. بس اللي رح يربحوا رح يكونوا حصرا مشتركين ومتفاعلين على سنابي، فروحوا تابعوني هنيك. ويلا خلونا نبلش. اوكي سو اول شي رح ركب هاد الراس تبع العجين، بعدها رح نحط تقريبا، انا رح احط كاستين طحين. حطيت تقريبا كاستين طحين، وهلا رح احط له رشة ملح، وحنضيف تقريبا 3 ارباع كاسة المي بس بالتدريج. حط هلا بس شوي، خليها تبلش تشتغل. اوكي هلا خلصت العجينة، هلا جربتها بايدي، شوفوا ما عم تلزق، امورها تمام. رح اتركها هون بالصحن واغطيها ترتاح لمدة ساعة. بهالاثناء رح نبلش نجهز الحشوة. اوكي انا هون عم قلي لحمه مع بصل، ورح رشلها 7 بهارات وملح، يعني ما بدها بهارات او اي شيء ثاني مميز. وكمان رح ضيف لها اخر شيء بقدونس هون. هلا تركت البقدونس ينتقع، عم بغسله شوي. اكبر بقدونس بشتريه بحياتي، بحياتكم شفتوا ورقه بقدونس هالقد؟ كثير كثير كبير. المهم تركته هون ينتقع، بعدها رح اقطعه وضيفه على اللحمه. بعد ما ريحنا العجينه فتحت هون البلاطه مشان بدي بلش مدها، بس ما كنت عم لاقي شيء صغير اقطع فيه، فرح اقطع بهي ونشوف اذا رح يطلع كبير ولا لا. هلا العجينه يلي زادت رح رجعها لهون، لسه هون عندي عجينه كمان، رح ارجع اغطيهم كمان وخليهم يرتاحوا. وهلا بعد ما خلصت الشيش بركات رح حطهم بالفرن تقريبا دقيقتين، يعني من فوق ومن تحت، بحس بس انه يتصلبوا شوي منشان وقت نحطهم باللبن ما ينفشوا، وبعدها حناخذهم على التفريز. هيك بنكون خلصنا. فهلا حميت الفرن طبعا مو على المروحه، بس من فوق ومن تحت. اوكي وهلا بعد ما خلصوا من الفرن حطيتهم بهذا الكيس تبع التفريز تبع ايكيا، وهلا رح احطهم بالفريزر. اذا ما بتحبوا تحطوهم بالفرن لازم ما تفرزوهم هيك فوق بعضهم، بس بما انه خلص صاروا قاسيين بعد ما دخلوا الفرن صار فيني احطهم فوق بعض، هيك بنضمن انه ما يلزق. اوكي مثل ما صرتوا بتعرفوا كل شهر في تعاون بيني وبين شركه مودف، فهلا رح اورجيكم اختياراتي من موقع مودف لهذا الشهر، شهر اذار. كل مره في اختيارات واشياء جديده، فرح اورجيكم شو اخر شيء نازل عندهم. وكمان للي ما بيعرف موقع مودف كثير ببيع شغلات كواليتي عاليه وانيقه وحلوه، فيلا خلونا نبلش.
اول شيء اخترت من عندهم هذا الكارديجان يلي لابسته، كتير كتير حلو. فكر نزلت لكم ريل نسقت هذا الاوتفيت كامل على انستغرام، كتير طلع حلو بجنن. فهو هيك طوله بيجي هيك لعند الخصر، ولبست معه هذا البنطلون الاسود كمان من موقع موت. فعلى فكره بنطلونات القماش عند موقع موت في كتير كتير الكواليتي تبعها حلوه، فكتير طلعوا حلوين مع بعض. بس هلا نكمل الاوتفيت ورجيكم شو الشوز وشو الشنطه اللي رح البسها معهم. اوكي سمعين الصوت، اشتغل جرس الانذار. هذا الجرس بيشغلوه بهولندا كل اول الشهر بهولندا بيشغلوه، فانا كتير بتشائم منه لهذا الصوت ما بحبه. اوكي خلص الصوت ورجعت لكم. اول شيء اخترت لبق معه هاي الشنطه، هيك شنطه ناعمه، وكمان لبست معه هذا الشوز الرياضي، حسيت هيك انه ما حاببته يكون كتير رسمي لللوك. كمان اللي ما بيعرف موقع موت ببيع شناتي وشوزات كمان، فاخترت من عندهم هاي الشنطة اللي كتير كيوت كتير حلوة. كمان بتصير قطعة اساسية مع كتير قصاص. هلا انا طايحة باللون الذهبي، طايحة، شوفوا كل اكسسواراتي، كتير صار بحب هذا اللون. فبتلبق مع لبس سبور، بتلبق مع فستان، مع كتير قصاص. شوفوا العناية بالتفاصيل، حاطيلها هيك منشان هذا اللوجو هيك ما ينقحط. شوفوا كتير كتير بيعتنوا بالتفاصيل، وفيكم تشيلوها هيك او فيكم تشيلوها بشكل كروس باج، فبتصير هيك الشنطة سبور. حبيت جرب شوف اذا بتلبق مع الاوتفيت هاد. شوفوا للصراحة حسيتها لبقت لسبب واحد، انه هون الازرار تبع الكارديجان لونهم ذهبي، فكتير كتير لبقت معه. بس يمكن لو ما كان فيه لون ذهبي هاد ما كان طلعت حلوة. والقطعة اللي بعدها هي هاد الكارديجان كمان. احلى شيء انه منزلين هالفترة اغلب القطع هيك عليهم الاكسسوار الذهبي، فانا كتير فرحانة عليهم انه عم بيلبقوا مع اكسسواراتي اللي لابستهم. فاول شيء هذا الكارديجان فيكم تنسقوه بكذا طريقة، وشوفوا قماشته قديش ناعمة وحلوة والله. كتير كتير دوما قطع موت في قماشتهم كتير تقيلة. وحسيت انه بيلبق معه كمان هاي الشنطة يلي ورجيتكم اياها، بما انه كمان الزرار ذهبي. اوكي وهلا نسقت الاوتفيت بطريقة عجبتني اكتر من اللي قبل. والاوتفيت اللي بعده اللي متأكدة كلكم رح تحبوه، It's giving Chanel vibes. ترى واللي هو هاد، شايفين الأناقة؟ شايفين الكلاس؟ قديش كلاسي قديش حلو. على فكرة هاي مثل دبوس، ففيكم تحطوها وين ما بدكم، فيكم تسكروا الجاكيت وتحطوها بالنص أحلى. بما إنه أنا فاتحة الجاكيت فضلت هيك على الطرف، بس كتير حلوة. رح ورجيكم كيف نسقت الاوتفيت بالكامل. اول شيء كنت عم بتقطع وانا عم بعمله لانه لبست معه كعب، وانا كتير كتير بكره الكعب كتير، يعني حسيت هذا البلايزر بده كعب حصرا، بده هيك اناقة. يعني هيك طلع اللوك النهائي، هيك بتحسوا اكتمل اللوك صح؟ مع هاي الشنطة حسيت انه خلص صار كتير لوك كلاسي وكتير هيك فخم. اعطوني رايكم فيه قديش حلو قديش مرتب. وعلى فكره ملاحظين انه هذا البنطلون من موتف صار نسقت معه كل الاوتفيتات عن جد، يعني قطعه كتير بتلزم بتلبس مع كتير قصص. هلا جينا على التنسيق اللي بعده اللي عملته. هذا هيك شوي ادجي وفيه جرأة، اللي هو الزيبرا. فهي نقشة الزيبرا او التايجر، انا بحسهم فورا بيعطوا شعور انه حدا جريء ما بعرف. فطلبت من موقع موتف هاي البلوزة، هي بتجي بادي، فكتير حلوة لانه فيكم تنسقوها مع كتير قصاص. ولبقتها مع هذا البنطلون الجلد، شوفوا لي قديش حلو قديش مرتب، صاير مثل المام جينز، نفس قصة المام جينز، لذلك كتير كتير حبيت قصته وكتير حلو. وبما انه هو عريض فلازم تلبسوا فوقه شيء ضيق منشان يصير توازن. كمان طلبت مثل البنطلون الاسود، بما انه كتير حبيت قصته وكتير بحلي الجسم، طلبت نفسه بس بنطلون باللون الوردي. هذا البنطلون يلي بيجي خصر عالي وهيك بيجي له هاي الدرزات، هذا كتير كتير بحلي الجسم. وان شاء الله رح نعمل تنسيقه مع بعض، نزل لكم اياها على انستغرام.
رح ننسقهم مع بعض ويطلع كتير حلو. كمان اخترت هاي البلوزة، هي بتجي بدي صراحة. انا ما بحب البلوزات كتير كتير بكونوا ضيقين، بحب انه اخد اكبر من مقاسي بالبلوزات البدي، فهاي بفضل لو كنت اخدت مقاس اكبر، هاي سمول، لو اخدت ميديوم يمكن احسن. هلأ بنجي على احلى فستان بالحياة، عن جد احلى فستان ممكن تاخدوه للربيع، انا اغربت فيه، احلى قطعة بكل الطلبية، واللي هو هذا الفستان. ترى والله بجنن الالوان، شو احكي لكم، الوانه بتجنن، الخامة يلي كتير كتير تقيلة، واو واو واو، عن جد فستان بجنن، كتير كتير حلو. يعني نصيحة تجيبوه هلأ للربيع، وإذا ما حابين تلبسوه حفر فيكم تلبسوا فوقه جاكيت أبيض رقيق، بيتنسق بألف طريقة، فبجنن بجنن كتير كتير حلو. ولبست معه شوز شفاف وكتير طلع حلو. اوكي، اخر فستان رح اورجيكم اياه هو هذا، كثير بيشبهه للي قبله بس بيختلف عنه انه هذا الوانه هاديه كثير، اللي هو اللون الوردي والابيض وشوي معه لون ليموني هيك فاتح، فانتوا فيكم تختاروا بتحبوا الفستان اللي الوانه هاديه ولا اللي الوانه هيك فاقعه وصيفيه. فانا اثنيناتهم حبيتهم، اثنيناتهم الموديل بيشبه بعضه، بس بالنسبه لي بختار اللي قبله لانه حسيته مميز اكثر. واخر قطعه من اختياراتي لشهر مارس من موقع موتف، اللي هي هي الشنطه، بتجي هيك قماش ومعها جلد اسود، وكمان انا كثير بحب الشناتي اللي بينشالوا بهالطريقه وبينشالوا كروس باج، يعني فيكم تشيلوهم حسب انتم كيف بتحبوا، كثير حلوه، كثير ناعومه ولذيذه. وهي كانت المشتريات اللي اخترتهم لشهر اذار من موقع موتف، اكتبوا لي اي قطعه حبيتوها اكثر شيء، وكمان كالعاده جبت لكم كود خصم رح يطلع هون بيخصم لكم 15%، تذكروني دوما واستخدموا كود الخصم لحتى تستفيدوا. واذا حابين تبحثوا عن القطع عندكم خيارين، اما بتروحوا على موقع موتف رح احط لكم اياه بصندوق الوصف، او بتروحوا على تطبيق شيئين وبتكتبوا بالبحث كلمه موتف فبيطلع لكم كل البضاعه الخاصه فيهم، واكيد من اللوجو تبعهم فيكم تتاكدوا انه هي بضاعه موقع موتف. وبس، شكرا لموقع موتف لانكم جزء من فيديو اليوم ودوما جزء من فيديوهاتي، بحبكم كثير، ويلا نكمل الفيديو. اوكي حبايبي، حنكمل مع بعض تفريزات رمضان. هلا شفتوا انتم باول الفيديو كنت عم بعمل شيش برك، بس هذا عملته بغير يوم، فاليوم رح نكمل ورح اعمل اول شيء التوم. هذا التوم انا دوما بعمله، مو بس لرمضان، يعني دوما بفرز توم لحتى كل اكله بيلزمها توم مهروس يكون عندي توم ما اتعذب فيه. هلا من شوي قشرت التوم، صارت ريحه ايدي كلها توم، ورح حطهم بالميكسر. عندي هذا الميكسر الصغير، عندي واحد كبير بس هذا الصغير كثير منيح لهي الشغلات السريعه مثل الصوصات، صوص البيتزا، الاشياء هيك مثل بدكم تهرسوها بسرعه، فهذا الميكسر الصغير يعني ما بتتكاسلوا ابدا. وبيجي معه هاي ركبه هيك، هيك بصير شكله، هو بالاساس ميكسر شوربه. يعني اول شيء رح نجيب هاي ونفضي فيها كل التومات يلي عنا. عفين الدنيا. اوكي هلا حنبلش نهرس التوم اول شيء. اوكي هلا نهرس التوم، بس لسه ما صار مثل ما انا بحب، انا بحبه يصير كثير كثير مهروس. بس قبل ما نكمل راح اضيف له الاشياء اللي بضيف له اياها للتفريز، واللي هي اول شيء راح نحط زيت نباتي. هلا انا بقدر تقدير حسب كميه التوم، وراح نضيف كمان ملح. الملح على فكرة هو اللي بيحافظ عليه انيتهم ما يجمد، لانه اذا جمد التوم بصير صعب عليكم تطلعوه وتستخدموه للطبخة، واذا بدكم كتروا بس بالمقابل لازم تعرفوا وقت تحطوا للطبخة التوم انه ملح التوم هذا. واخر شيء رح نحط السكر، السكر يعتبر مثل المواد الحافظة فبيحفظ لنا التوم من انه ما يعفن او ما يصير له شيء. حط له تقريبا معلقة سكر. هاي هي الثلاث مكونات اللي حطيت له اياها، صار جاهز. هلا رح ارجع اهرسه لبين ما يصير هيك مثل المرهم. وهلا مثل ما انتم شايفين صار عنا التوم جاهز، يعني ما في، ما اخذ 5 دقائق. هلا بقى رح اورجيكم كيف بفرزه مثل المرهم صار. اوكي هلا بعد ما خلصنا، انا بالعاده بحطه بمطربان زجاج وبحطه بالفريزر، بس هالمره حابه اعمل شيء ثاني. جبت هدول مكعبات الثلج، طبعا لازم تكونوا ما بتستخدمون لانه رح تعلق فيهم ريحه التوم، فرح احطهم بقلبهم وبس يجمد فيني اطلعهم وفرزهم بكيس
وهيك بصير الثوم على شكل مكعبات، طالع المكعب بستخدمه لكل طبخة، فحسيت هيك أسهل. اوكي شوفوا هلا عبيته هون، هلا ما ضروري كلهم يكونوا مكعب كامل، لانه احيانا بيلزمكم للطبخه مكعب صغير احيانا كبير، فما ضروري كل مكعب يتعبى بالكامل، يعني شوفوا هذا صغير مثلا قلت عادي. المهم هلا رح احطهم بالكيس، بس هذا الشيء بس مؤقت لبين ما يجمدوا، بس جمدوا رح طلعهم وحطهم بالكيس بدون القالب. وهلا حنبلش بحشوات السمبوسه، بدي اجهز الحشوات لحتى بعدين اعمل السمبوسه. طلعت حشوه عندي موتزاريلا وطلعت اللحمه، وعندي هاي العجينة السمبوسة اللي بتجي مثلثات، وعندي هاي العجينة. هلا حنشوف اي وحدة حنستخدم، انا بالعادة بستخدم المربع. احنا كتير بنحب السمبوسة اللي بتجي بحشوة لحمة وحشوة جبنة، فقررت هالسنة بس اعمل هدول الاثنين. بالعادة بعمل دجاج، بعمل حشوات فيها خضار، بس هالسنة قلت لا رح اعمل بس يلي بنحبهم اكتر شي. فاول شي لحشوة اللحمة رح بلش اقطع البصل ورح احط له لحمة وبقدونس، بس هيك كتير سهلة وكتير بتطلع طيبة. هلا بالنسبه لحشوه الجبنه رح احط اول شيء جبنه فيتا، انا بحب اخلط نوعين من الجبنه. فاول شيء هاي جبنه الفيتا اللي حطيتها رح بلش اهرسها بالشوكه، وبعدها اضف لها نوع الجبنه الثاني. رح اضف لها جبنه الموتزاريلا. هلا بالعاده انا بضيف لها جبنه قشقوان وببشرها على ايدي وهيك، بس هالمره حبيت اغير لانه كمان الموتزاريلا هيك بتعطي شطه، يعني كثير بتطلع طيبه. اوكي هلا الجبنه فيكم تحطوا لها اي نوع اعشاب انتم بتفضلوه، فانا هلا رح افتح واختار. اول شيء انا بحب احط للجبنه زعتر اخضر، كثير بيعطيها طعمه طيبه. اذا حابين تحطوا بقدونس كمان طيب، بس انا ماني حابه احط بقدونس لانه حطيته مع اللحمه. ورح اختار كمان، شو نختار؟ رح احط لها كمان ريحان، ورح نحط كمان اوريجانو، اوريجانو كمان بيطلع طيب. اه صحيح في مكون كثير مهم لازم تحطوه اللي هو حبيت البركة. حبيت البركة كتير بتطلع طيبة مع حشوة الجبنة. هلا رح نعمل هيك رشة سريعة من كل شيء. هو ريحة الأوريجانو بتجنن. هلا لحتى نخلطها ببعض رح جيب كفوف وبلش خلطها بإيدي، لأنه بالمعلقة ما رح تختلط منيح. شوفوا هيك صار شكلها. هلا رح نبلش هيك نخلطها على ايدنا، خاصة الفيتا، لأنه الفيتا وقت بتنهرس بتصير هيك مثل الزبدة، يعني لازم تخلطوها هيك بايدكم. اوكي هلا بعد ما خلطناها كلها جاي على بالي ذوقها ونشوف طعمتها. يلا بسم الله. إذا هلا وهي باردة هيك، تخيلوا هي سخنة وعم بتشط وبتمط، يا سلام والله كثير طيبة. خلصت من حشوة الجبنة وبلشت باللحمة. فاللحمة بدي اعملها على شكل مثلثات منشان فرقها عن الجبنة، قلت هيك احسن. فعم بفتح هاي العجينة، هاي اول مرة بجيبها، عجينة السمبوسة هاي العربية اللي بتكون. انا بالعادة بستخدم هاي وبعمل شكلها مثلث، رجعوا لفيديوهاتي القديمة لحتى تعرفوا كيف بنحول هذا المربع لمثلث. بس هالسنة قلت لا خليني اجيب هاي، بلكي هاي انه اسهل، هاي اللي بتجي هيك شرايح. فجيت عم بفتحها ولا بلاقي كلها هيك لونها احمر، قام ارتعبت قلتوا لي شو هاد، انا شو جايبه ليش هيك لونها احمر؟ ولا بيطلع انه هذا كيس، شوفوا
هيك كيس. رح ورجيكم الطريقه كيف نعملها هيك بهذا الشكل. هلا بتفرق عن هديك المربعه انه هي كتير ناعومه كتير صغيره بتطلع لقمه واحده يعني، فبتاخذ شغل اكثر بس معلش يعني شكلها احلى. اول شيء بنعمل هيك، بنجيب هاي البوزه هيك عند هذا الخط، بعدها بنرجع بنقلبها هيك بحيث هاي الزاويه كمان تتسكر. هلا شوفوا نفتحها هيك، صار هون عنا مثل هيك جيب هذا بنحشي فيه. هاي اسهل طريقة لتحشو فيها هاي العجينة، غير هيك مستحيل، جربت كتير كتير طرق، هاي الطريقة الوحيدة يلي زبطت معي. هلأ بعد ما خلصت حشيتها، يعني شوفوا لقمة صغيرة بحشيها مو اكتر لانه العجينة صغيرة، بعدها بقلبها هيك، وبعدها عنا هاي اخر قلبة، وهلأ بثبت بهاد المعجون يلي عبارة عن طحين ومي. شايفين كتير طلعت ناعمة وحلوة.